النبي عليه الصلاة والسلام الذي أفضل منك بألف مليار مرة، قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. احذر أن تذهب إلى مع هؤلاء، احذر أن تسمع إلى هؤلاء، لأن الدجالين ليست لهم علاقة بأنهم أن يكونوا شيوخ، حتى ولو كان المؤمن عنده بصيرة، المؤمن عنده كرامة، نؤمن بهذه الكرامات، نؤمن بهذه الأشياء، لكن المؤمن صاحب الكرامة لو ظهرت ما بيقبل يجيبه في التلفزيون. طوال صاحب الكرامة أويس القرني لما عرفت كرامته وعرفه من عمر وأبو بكر الصديق ما بيتعلق إلا بالله، قال له يا الله البيني وبينك انكشف، أخذني في مكان لا يراني أحد، فوجدوا أويس القرني ميت في خرابة من خرابات بغداد ما عرفوه إلا من عفن ريحته مرقد. قال له يا الله البيني وبينك انكشف، شني ما يعرفني بيزول ذاته. شوف دل وكلكم قصة أنه قلتي أنا حكيتها هنا، لما رفع يدينه وزاروا ابن المنكدر تقريبا، لما زاروا في البيت أول انكشف سره شال حاجاته ورحل من البلد كلها. هذا هو الذي يحمل الكرامة، هذا الذي بينه وبين الله صدق. ما أصدق الكلام ده، أنا والله ما داير إلا لمصلحتك وما داير لك إلا هدايتك، وهذا هو دور الداعي إلى الله عز وجل على بصير وبأدب وباحترام. وما بنسي لنا الإنسان، ما تمشي يا إخواننا ولا تخلي أولادك يمشوا ولا تفتحوا الباب لو الداعية وبتاعت الرمل وبتاعت الفنجان، قفلوا الباب على الناس ديل، قفلوا الباب على الناس ديل بالثقافة بالعلم، علموا أولادكم.